السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم بنات؟ شلونكم؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، موفقين ان شاء الله. طلابنا بعد هذه عطلة العيد ان شاء الله هسه خلصت، راح نبدأ بدرس جديد اليوم، هو درس بالمطالعة والنصوص. درسنا اليوم هو قصيدة الشاعر ابو القاسم الشابي اللي اسمها عذوبة الامل، راح اقراها لكم. البداية أريد أعرف قصة حياة الشاعر أبو قاسم الشابي. شاعر تونسي ولد عام 1909، وهو من شعراء العصر الحديث. لقب بشاعر الخضراء لولعه بالطبيعة، توفي عام 1934، وله ديوان مطبوع. يعني عاش بالعصر الحديث، يعني بهسه عصرنا هذا، يعني مو بشعراء العصر القديم. سمي بالشاعر الخضراء لأنه يحب الطبيعة، وإحنا نعرف أن الطبيعة كلها خضار، فهو سمي بهذا الاسم. راح أقرأ لكم القصيدة. يا قلب لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور، فإذا صرخت توجعا هزأت بصرختك الدهور. يا قلب لا تسخط على الأيام فالزهر البديع يصغي لضجات العواصف قبل أنغام الربيع. يا قلب لا تقنع بشوك اليأس من بين الزهور، فوراء أوجاع الحياة عذوبة الأمل الجسور. يا قلب أنت نشيد أمواج الخضم الساحرة، الناصعات الباسمات الساحرات الطاهرة. ها أن زهرات الربيع تبسمت أكمامها، ترنو إلى الشفق البعيد تغرها أحلامها. سبع أبيات فقط لحد. يا قلب أنت نشيد أمواج الخضم الساحرة، سبع أبيات فقط حفظ. شنو يقصد بها؟ معنى الهصور أنه الأسد، لأنه يخسر فريسته أي يكسرها. الخضم يعني البحر الواسع. أكمام جمع الكم، وهو غلاف يحيط بالزهر فيستره ثم ينشق عنه. الشفق حمرة تظهر على الأفق حيث تغرب الشمس، يعني من تغرب الشمس حمار يصير يسمونه الشفق. عد إلى معجمك مبين معاني الكلمات التي تتجزأ تسخط ضجات الجسم. ما علي بهذه، أنا أهم شيء عندي القصيدة. هذه المعاني وضح لك معنى القصيدة. طلاب هذه القصيدة تحفظون من عندها فقط سبع أبيات، كل واحد يحفظها يدز لي بصمة أو مقطع فيديو هو يقراها على القلب، أو الأفضل دزوا لي مقاطع فيديو بس بأصواتكم، ما أريد شيء بس بأصواتكم. كل الطلاب هي اتفقنا، درسنا هذا اليوم هو درس بالمطالعة والنصوص.